السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله يا ربي تكونوا بألف صحه. هذه واحد الطويبله اللي هي غير نموذج ديال الفطور ديال صباح العيد ان شاء الله. كانت طلبتها لي واحد الاخت ودرتها بداكشي اللي صوبت معاكم. هذه واحد الصوينيه ديال اتاي اللي ضروري نهار العيد، حنا ما حيت ما كنديروش اتاي في رمضان كله، حتى العيدات كنديروه. طبعا البراد راه خاوي تيصفر الديكور صافي. هذه الحليوات اللي صوبنا مجموعين كما كتشوفوها هما، هادو داكشي اللي كنا صوبنا في العيد باقي لي شي شويه هو كنحطو. هادو الحليوات اللي اللي صوبنا، ديك العجين خرجنا من اربعه. هذا الفقاس اللي صوبنا مجموعين حتى هو. هادو الحليوه ديال حلوه الكوكو السميده. هادو المسمنات اللي صوبناهم اللي كيجيو على شكل رزيزه كما كتشوف. وهذا البغرير درتو انا بالسميده وشويه الفورس. وهذه الكيكه اللي هي اقتصاديه اللي كتعرفوا، وهادو القرص حتى هما اقتصاديين. المهم كما كتشوفوا ما كاينش شي حاجه اللي غاليه هنا، ولا كلشي اقتصادي وكلشي بسيط وصافي. هذه هي الطويبله ديالتنا، كنتمنى يا ربي تعجبكم، وعيد مبارك سعيد يدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه والهنا والرزق الكثير يا ربي، والنجاح لوليداتكم كاملين اللي عنده شي وليد وشي بنيه يفرح به ان شاء الله. وخليت لكم الراحه وفي امان الله، عواشركم مبروكه.